سلام، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم خرجنا بالشتيوة، كنت كنشوفها كنطل ما كنخرجش في الشتا شحال هادي ما صبات عليا. الحمد لله اليوم فزكت وصبات عليا الشتا وكنت فرحانة بديت الجو. كنت كنشوف الشتا كنطلع عليها غير من الشرجم، ولكن دابا الحمد لله خرجت وطولت هديك الخرجة فزكت مزيان. اليوم بعد الحمد لله على هذا الشيء وهذه الحمد لله والشكر لله، الله عز وجل رحمنا، شكرا يا الله، شكرا يا الله. مشينا طلعنا الميلانو، طلعنا المسيرة جوج، احنا دابا طالعين شو تبارك الله الارض عامرة بالماء، واحد الجو زوين زوين بزاف. المهم انا يمشي طلعت المسيرة باش نجيب شي شوي ديال نتقدى داكشي ديال الحليب، هانتوما غتشوفوا معايا شنو جبت. المهم هنايا راه صافي وصلنا للشارع، واليوم معايا صب الشتا، راه جامعين هاد من وسط الشارع، راه شفتوا الناس مغطين السلعه ديالهم ما حاطينش، وسبتوا لحد راه تيكون بلان كيكون عامر ما كنلقوش منين ندوزو، ولكن مع صب الشتا الحمد لله لقيناه خاوي. لقيناه خاوي الحمد لله، حيت انا مثلا مبغيش فاش تيكون عامر مثلا باش نمشي ليه. دابا جيت عند هاد المحل باش ناخذ سميتو الحمص والعدس الشعريه، المهم داكشي ديال الحريره، وانتوما غادي نوريكم شنو خديت. خدينا الورقه، راه ما صورتش لكم المحل اللي خدينا منه، خدينا الورقه غنصيبو بريوات مالحين، ماشي شي كميه كبيره، غير غنصيبو شويه وفاش يتقادوا ان شاء الله عاوتاني ان شاء الله نصيبوهم، وفاش يتقادوا غادي نعاودو نصيبو واحد اخرين، ما غاديش نكثروا منهم، كل مره نصيبو شويه. هنايا خديت الحمص باش انا كنفز نقيه كنغسلو كنفزقو كامل وكنديرو في الفريكو، صافي تيبقى عندي ساهل، كنقيه ونديروه في الفريكو. وخديت هاد العدس هذا وحتى هو كنقيه نديرو في قرعه
باش كنبقى فاش كنبغي نطيب حريره كلشي تيجيني ساهل. قزبر حتى هو كنقطعو كنديرو في الثلاجه، المطيشه كنطحنها كنديرها في الفريكو حتى هي. المهم كلشي تيجي ساهل وحنايا الشعريه. المهم هادشي اللي شرينا وصافي. ونتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم الفيديو خليوه ليا في كومونتير، وشركة مبروكة تدخل عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. ما تنسونيش من لايك. يلا تبقوا على خير.